إشراق صباح التفاؤل، صباح كل الخير على كل المصريين، صباح الرضا. النهاردة الثلاث 26/12، خلاص أيام وهنبتدي عام جديد، عام الإعاقة. يمكن لفت انتباهي لما اتكلمنا قبل كده عن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادراته المهمة جدا ومشاركة الشباب فيها، وخصوصا في كل مبادرة وفي كل مؤتمر بيتم فيه عرض حاجات كتير جدا، من أهمها كان المؤتمر اللي تم كان في وقتها كان في الإسماعيلية، كان تقريبا يوم 25 أبريل، واتكلم عن طريق مبادرة اسأل الرئيس وعرضوا فكرة عام الإعاقة. فصباح يا رب كله إشراق، وهؤلاء الطائفة أو الناس اللي احنا بنعتبرهم ليهم اهتمام كبير الفترة دي من قبل الرئيس ومن قبل الحكومة، يا رب يكون سنة سعيدة علينا وعليهم يا رب. وصباح الفل. صباح الفل عليك يا أميرة، صباح الخير والرضا والابتسامة المصرية الحلوة على وشوش الناس الطيبة في كل مكان. صباحكم يا رب كده كله عمل وإنتاج. معانا خبر في البداية، في بداية الحلقة، أحزننا جميعا امبارح، مش بس أحزن مجتمع الصحفيين والمثقفين لكن أحزن كل المصريين. امبارح فقدنا قيمة وقامة كبيرة في عالم الثقافة والتاريخ والسياسة، الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى في ذمة الله. امبارح يعني كان خبر صادم لنا جميعا، بنتقدم بخالص التعازي لأسرة الكاتب الكبير صلاح عيسى، أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة من عشاق كتاباته اللي كان دايما فيها بينحاز لوجه هذا الوطن. صلاح عيسى لمن لا يعرف واحد من كبار مؤرخينا وكتابنا الصحفيين، أسس عدد كبير جدا من المجلات المهمة جدا في الصحافة المصرية، بنتكلم على جريدة القاهرة، اليسار، الكتاب، أيضا جريدة الأهالي الناطقة باسم حزب التجمع، ليه مجموعة كبيرة جدا من المؤلفات المهمة بتتناول كده التاريخ بشكل مختلف. يعني هو أعاد اكتشاف شخصيات تاريخية مهمة جدا، كتابه عن الثورة العرابية مهم، قدم أحمد عرابي بشكل مختلف، كتابه كمان عن مثقفون وعسكر، علاقته بجمال عبد الناصر، كمان كلم صلاح عيسى في كتاباته وإبداعاته المختلفة عن تاريخ مصر اللي احنا مش عارفينه، مصر من تاني، التاريخ غير الرسمي، التاريخ الشعبي. صلاح عيسى قيمة كبيرة فقدناها، لكن عزائنا انه إبداعاته وكتاباته باقية ومستمرة، وحنظل نتعلم من قلم صلاح عيسى، لانه فعلا ادى دروس كده في الوطنية المصرية، وادى دروس كتيرة جدا ازاي نكتشف مصر بشكل مختلف وبعين مختلفة. النهاردة سيتم تشييع جنازة الكاتب الكبير تحديدا من مسجد الحصري بمدينة السادس من اكتوبر. كل العزاء لحضراتكم، وبنعزي نفسنا، قيمة وقامة كبيرة صلاح عيسى في ذمة الله. فعلا يا محمد، يعني كل كلمة قلتها يمكن مؤثرة علينا كلنا، لأنه تتلمذ على إيديه مجموعة كبيرة من الصحفيين. صحيح. يمكن كمان وزير الثقافة حلمي النمنم قال إن في عمود من أعمدة الصحافة. صحيح. يمكن حصل لنا صدمة برحيله، فنتمنى يا رب كده العزاء لكل أسرة الفقيد، والصبر والسلوان لأهله، وطبعا لكل أسرة الصحافة المصرية. الو، نروح مع حضراتكم زي ما تعودنا دايما في صباح اون، بنحاول كده في بدايه الحلقه نشوف تقارير مختلفه ونشوف كمان ابداعات مختلفه. المره دي هنشوف ابداع المراه المصريه الذي لا ينقطع ابدا، كل مره كده المراه المصريه قادره انها تدهشنا بابداعات مختلفه. مجموعه من السيدات بجمعيه حمايه البيت، صناعه السجاجيد من بواقي اقمشه المصانع، يعني عملوا فكره كده ازاي من بواقي الاقمشه يتم تصنيع سجاجيد جميله ورائعه ومختلفه، وكمان ازاي يتم اعادة تدوير البلاستيك والورق والزجاج. تعالوا نشوف ابداع من ابداعات المرأة المصرية. عندما تأخذك قدمك للسير في عزبة الزبالين بمنشية ناصر، ستجد افكارا كثيرة تولد من القمامة. فبخلاف اعادة تدوير البلاستيك والورق والزجاج، توجد في قلب هذه المنطقة جمعية حماية البيئة، والتي تعمل بها سيدات يشكلن من المخلفات جمالاً. فهنا يقفن لساعات طويلة أمام الخيوط والنول، يصنعن من بواقي أقمشة المصانع سجاجيد ذات ألوان وأشكال متعددة.
شغلنا جودة معينة، مفيش أي حد بيعمل جودة شغلنا في كخيط كقماش، والقماش ده بيبقى بواقي المصانع نظيفة، ما دخلتش في الزبالة، بواقي قماش نظيفة. وشغل يدوي ده اللي بيميز شغلنا في السجاد. في الأول بنت ما بتيجي البنات بيفرزوا الألوان بحيث إن يعرفوا إزاي اللون ده من اللون الأحمر الأخضر، بيتعلموا الألوان ويفرزوها. دي المرحلة الأولى في التعليم. المرحلة الثانية إن البنت بتقف على النول، عندنا منهج بيبدأ من الأسهل للأصعب. عندنا سجادة سلطة يعني أي ألوان بحيث إزاي تعرف تشتغل على النول. تاني مرحلة إن السجادة مجوز لونين، اتنسق لونين مع بعض يمشوا مع بعض. إحنا بنستفاد من هنا إن إحنا يعني بنزود دخلنا، وبدل إحنا ما بنقعد في البيت وما فيش دخل، إن إحنا يعني ربنا بيبعت لنا دخل في السجاد وشغل حلو برضه. ينال السجاد إعجاب العديد من الأشخاص ويقبلون على شرائه، كما يتم تصديره للعديد من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الناس لما بتشوف السجاد بتاعنا بيعجبوا بيه جامد، يعني شكله جميل والأجانب هنا بيفرحوا بالشغل بتاعنا. تتمنى السيدات أن يطورن من أنفسهن بشكل مستمر لإنتاج المزيد من السجاجيد وبيعها بشكل أفضل داخل وخارج مصر. مجال الصناعات البسيطة إذا كانت أو حتى الكبيرة مجال مهم جدا، وخصوصا ملف مهم لفكرة تبني الأفكار. فكرة السيدة الجميلة دي وهي بتقول إن إحنا بنستخدم الورق والورق النظيف مش أي ورق، فكرة التدوير، فكرة إعطاء وأفكار كده مهمة ممكن تعمل لنا شكل مختلف صحيح. الفترة اللي بس احنا محتاجين فعلا اميرة نشجعهم بقى، يعني نشجع الستات الصناعات الصغيرة دي، صحيح نسوق منتجاتهم. هم عندهم ابداعات كتيرة جدا بنشوفها، لكن بينقصهم دايما فكرة المعارض والتسويق. محتاجين ندعمهم، محتاجين كمان نشوف ابداعاتهم دي فين. فتحية لكل واحدة كانت واقفة سيدة مصرية في التقرير. صحيح. طيب هنروح لخبر تاني. وقام دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمركز التنمية المحلية بالسقارة بعد أعمال التطوير، ونشوف هذا التقرير ونرجع لحضرتك. في جولة داخل مركز التنمية المحلية بالسقارة، تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بصحبة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة عمل المركز الذي تأسس في عام 1984 بهدف إصقال كفاءة العاملين في المحليات. مركز في داخل التنمية المحلية من المراكز العريقة، لها تاريخ، ساهمت وساهم عدد من السادة الوزراء اللي كانوا في التنمية المحلية والسادة المحافظين في بنائه وفي إعداده. احنا عندنا 5757 قيادي في المحافظات حاليا. حطينا يعني خطة واستراتيجية لاستهداف كل واحد منهم في استثمار فيهم من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متواصلة في كل المجالات. كما أعطى الوزير إشارة البدء لأعمال الدورة التدريبية الأولى ضمن 3 دورات لتدريب مهندس الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات، وذلك في لقاء جمعهما. الدورة التدريبية دي هي قائمة أساسا على مناقشة التعديلات اللي حصلت لقانون 119 سنة 2008، وإحنا بالأخص التخطيط بتعالج جزء كبير قوي في الباب بتاع التخطيط ودراسة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والنزول لمستوى التعامل على أرض الواقع. بتقربنا من اتخاذ القرار، لأن إحنا قعدنا نناقش في قانون هيتم فيه تعديلات امبارح، وقعدنا نقول إيه وجهة نظرنا وكده، فدي فكرة كويسة إن إحنا نناقش القانون نفسه قبل ما يصدر أو التعديلات اللي بتتم عليه. اللي في الأملاك مستفيد، اللي في التخطيط مستفيد، اللي في التنظيم مستفيد، يعني الكورس فعلا متنوع، يعني متنوع جدا. تأتي هذه الدورة في إطار منهج التخصصية الذي ستطبقه الوزارة خلال الفترة المقبلة لكل العاملين بالإدارة المحلية. جيرمين إبراهيم، أون لايف. الإصلاح بيبدأ من المحليات، واللي بيقود الإصلاح ده الشباب. يعني الشباب فعلا عندنا قيادات محلية كتيرة جدا من الشباب، وفي انتظار قانون المحليات عشان تقام انتخابات المحليات. المحلية دي اللي هتطلع أميرة عدد كبير جدا من الكوادر اللي هتشتغل في العمل السياسي، اللي هتشوف مشاكل كل مدينة وكل قرية وكل محافظة. فالرهان على المحليات الفترة اللي صحيح جاية. وبتقوم الحكومة بدور كبير الفترة دي بالاهتمام بالمحليات، وخصوصا انه شبابنا مهتمين بفكرة البنى. احنا بنبني دلوقتي، احنا بنحاول ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، اذا كان الحكومة
الحكومه، اذا كان الشباب، اذا كان التقرير اللي موجود دلوقتي اللي كانت جيرمين بتتكلم عنه دلوقتي، فكره المحليات واهتمامنا بيها، فدور ايجابي ودور مشرف، ويا رب دايما كده في ادوار ايجابيه على طول يا رب. احنا بنراهن على شبابنا، شبابنا الواعي جدا واللي عنده بالفعل كده قدره على الاصلاح والتغيير، يكون عضو في مجلس محلي، يكون نائب بعد كده في مجلس النواب. على فكره المحليات هي اللي بتطلع السياسيين في اي مكان في العالم، يعني صحيح. كل مكان في العالم او كل مدينه شفنا فيها شخصيه سياسيه مرموقه بدات من العمل المحلي، بدات من خدمه الناس في الشارع، في القريه، في النجعة، او في اي مركز من مراكز مصر. طيب تعالوا نشوف مع حضراتكم النشره الجويه بقى، السؤال اللي احنا بنساله كل يوم وبنساله كتير اليومين دول يا اميره. أيوة. واحنا خلاص دخلنا الشتاء ولا يعني الدنيا فيها ايه؟ يعني الناس كانت بتحلم انها تلبس الجاكيت اللي لسه جايباه جديد، دلوقتي يعني كلنا هنلبس هدومنا كلها فوق بعض يعني. صحيح. وبعدين اللي دخل الصيف واللي طلع الشتاء في كده الاسر المصريه في نوع من اللخبطه. بالظبط، الاسر المصريه زي ما اميره بتقول عايشه كده لخبطه شويه اليومين دول. تعالوا بقى نشوف مع زميلتنا نيرفانا العبد اخبار الطقس ايه والنشره الجويه، نشوف النشره الجويه ونرجع مع حضراتكم تاني. بكم مشاهدينا إلى نشرة جوية جديدة ليوم الثلاثاء. طقس مائل البرودة شمالا وحتى شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 21 والصغرى 11 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 19 والصغرى 14 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 19 والصغرى 16 والجو غائم جزئيا نهارا وصافي ليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 21 والصغرى 7 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 21 والصغرى 8 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. أما عن شرم الشيخ تسجل الكبرى 22 والصغرى 15 حيث الصفاء نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 23 والصغرى 11 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 22 والصغرى 8 حيث الأجواء صافية نهارا وليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 24 والصغرى 20. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل الكبرى 14 والصغرى 5. أما عن دمشق تسجل الكبرى 16 والصغرى 4. وفي الرياض تسجل الكبرى 23 والصغرى 8. وفي طرابلس تسجل الكبرى 16 والصغرى 9. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 17 والصغرى 11. وأخيرا في أبو ظبي تسجل الكبرى 26 والصغرى 20. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. احنا اطمنا على الجو، والجو هيبقى تلج الحمد لله. يا رب يبقى تلج. حقيقه انا بحب طبعا كل يعني الشتاء والصيف وكله، لكن انا منحازه للصيف حقيقه، يعني انا ما بقدرش اتعامل في الشتاء خالص. بس يا اميره كده انا كاني بتقع وكاني صيفي جدا. اه والله كاني صيفي جدا حقيقه. كلنا انا بتكلم اي حد يزعل او يقول لك ده الشتاء جميل وما فيش احلى منه شيك انا بحب الصيف. جميل، انا معاك في طاقه وفي نشاط. الشتاء معرفش تسافر تنزل تتحرك تروح. الشتاء بالنسبه لي كسل، يعني بحس ان الدنيا اكل وكسل. احنا كائنات صيفيه. طيب خلونا دلوقتي نروح نشوف مصرنا الجميله ونشوف اماكن مختلفه من الدروم بتاعنا. ودلوقتي هنروح للحسين واهم المناطق اللي موجوده في مصر القديمه. الحسين بيمتد من باب الفتوح الى منطقه النحاسين، ده شارع المعز، ده شارع رئيسي في منطقه الحسين. طبعا زي ما احنا شايفين ده قلب التاريخ كده في مصر، يعني كل تفصيله وكل شارع وحاره في الحسين بتنطق بالتاريخ. احنا شايفين دلوقتي مشهد من الازهر، او تحديدا دي جامعه الازهر. صحيح. جامعه الازهر القديمه اللي مقرها هناك، وبنشوف مع حضراتكم طبعا صوره لشارع الازهر من الناحيه المقابله طبعا جامع سيدنا الحسين، يعني من الجوامع اللي ليها كده نكهه وليها أكيد. احساس جميل وليها مكانه خاصه عندنا كمصريين كلنا. الحسين كده
من كمان عايزه اقول لك حاجه، المنطقه هناك بتشم كده فيها الريحه العطير كده، خصوصا لما نبقى مثلا عايزين نروح نجيب. طبعا بتتميز منطقه الحسين بالمزارات السياحيه اكيد اللي حوالينا، خان الخليلي وما الى ذلك، ولكن اثارنا الاسلاميه في المنطقه دي تحديدا مميزه جدا. والغوريه بقى يعني وانت ماشيه هنا على الرائحه زي ما انت بتقولي كده، ريحه الغوريه ليها ريحه كده مميزه مختلفة. تخش من الشارع لما تحس فعلا انت في قلب مصر التاريخيه ومصر الاسلاميه القديمه. طبعا من اشهر الجوامع جامع سيدنا الحسين، واحنا طبعا الجامع ده زي ما بيقولوا كده المصريين سنة مذهبا وشيعة هوا وقلبا، يعني احنا دايما بنحب آل البيت سيدنا الحسين، سيدة عائشة، سيدة نفيسة، سيدة زينب، طبعا من الجوامع الجميله جدا في مصر. من الصورة الحلوة دي من القاهرة التاريخية. بس أنا قبل بس ما نروح لأي حاجة، أنت مش شايف إن الدنيا فاضية وهادية وجميلة؟ حلو، ما هي دي يعني حاجة إيجابية، والدنيا مشمسة كده وشيء جميل حقيقي. الحتة اللي إحنا شايفينها دلوقتي أميرة دي بالظبط قدام جامع الحسين، ده الصورة دي حلوة أول مرة نشوفها من فوق كده. دي بيسموها المشهد الحسيني، المشهد الحسيني ده اللي هو خارج صحن الجامع أو خارج الجامع. طيب خلينا نروح بقى لمنطقة تانية. نروح مع حضراتكم بقى للمساحة الخضراء المريحة كده للعين والقلب، كفر الدوار. احنا دلوقتي مساحة خضراء جميلة وصورة حلوة تانية من صور بلدنا الجميلة، تحديدا من كفر الدوار أكبر مدن محافظة البحيرة. صحيح، هو حوش عيسى. طيب انا بس عايزه اقول ان كفر الدوار كنا زمان واحنا في التاريخ كده دايما بتتمتع بالمناطق الصناعيه وبتبعد عن طبعا محافظه اسكندريه حوالي 30 كيلو، قريبه جدا من اسكندريه. كفر الدوار كمان بيوجد فيها ترعه المحموديه الموصله لمياه النيل للاسكندريه. طبعا كفر الدوار زي ما اميره قالت، لو تفتكروا درس الجغرافيا والتاريخ زمان او تحديدا التاريخ، يقول لك كفر الدوار بتتسم او اهم الصناعات فيها المنسوجات والغزل والنسيج والزيوت والكيماويات. صحيح. يعني كان كده صف في الجغرافيا مهم في التاريخ. لكن دلوقتي احنا بنشوف في منطقه ثانيه، هي منطقه حوش عيسى في محافظه البحيره. تشتهر هذه المنطقه بتاريخها في مقاومه المماليك بقياده تومان باي، والمنطقه دي يمكن منطقه زي ما احنا شايفين على الطبيعه كده، منطقه مدينه ومليئه بالمناطق الزراعيه وهي مريحه للاعصاب فعلا. المساحه الخضراء دي مهمه جدا، دي الارض اللي بتطلع لنا الخير كل طبعًا يوم طبعا. اهلنا والفلاحين اللي فيها الجمال نصبح عليهم طبعا، نقول لهم صباح الفل عليهم يا رب، اهلنا في كفر الدوار وفي المحافظه كلها في البحيره. وعايزين نقول لحضراتكم ان احنا عايزين المساحه دي تكبر، يعني احنا للاسف المساحه الزراعيه عندنا في مصر كل شويه بنعمل حلقات وبنعمل فقرات كتيره عن تضاؤل وتقلص المساحه الزراعيه. طبعا سلوكيات احنا بنبني عليها للاسف الشديد بيبقى في انتهاك ليها، يعني احنا مش عايزين البيوت دي تكتر. لا بس المساحه باينه جدا انها مساحه كبيره. دي حلوه في المنطقه دي في كفر الدوار حقيقه، يعني فعايزين كفر الدوار تبقى نموذج، يعني صحيح. والصوره اللي احنا شايفينها دي تبقى المساحه الخضراء كبيره، لانه احنا محتاجين هذه المساحه الخضراء في حياتنا. الارض الزراعيه في مصر، احنا بلد زراعي ونهري في المقام الاول.
الله على جمال مصر وحلاوتها في من الشرق للغرب، من تحت لفوق زي ما بيقولوا، شمال للجنوب، يعني الجمال كله هيكون عندنا في مصر. بنصبح على كل الناس يا رب من كل اطوافنا وحبايبنا ومن الجنوب للصعيد ومن الشمال للساحل. مصر تبقى كلها كده يا رب. النهارده يوم عليهم حلو، يوم كله خير وعمل كده ان شاء الله يا رب. يبقى يوم جميل صحيح في حياتنا وإيجابي يا رب دايما ونبتدي كده بهمة وبنشاط. طيب هنطلع لفاصل ومكملين معاكم صباح اون، ما تروحوش اي حته. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وفقرة الأخبار، أهم الأخبار في صباح عونه في الشارع المصري. هنبدأ مع حضراتكم باحتفالاتنا بأعياد الميلاد المجيد. ترأس البابا توادروس الثاني بابا بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس أمس القداس الإلهي بكنيسة القديس نيقولاس بالحمزاوي بحضور عدد من قيادات الكنيسة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يحتفل الأقباط الكاثوليك والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي. بتقيم الكنائس قداسات العيد بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كل من دكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان دكتورة هالة السعيد ووزيرة التخطيط والمتابعة بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري. تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2017، حيث أكدت وزيرة التخطيط حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة في مجال التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.4% في الربع المقارن مع العام الماضي، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012. مصر شغالة يا جماعة، مصر شغالة، مصر في نمو اقتصادي بيحدث وأيضا في تنمية اجتماعية من خلال المشروعات اللي موجودة والقائمة حاليا، زي مثلا مشروعات تطوير العشوائيات، بناء مناطق سكنية جديدة زي حي الأسمرات وما إلى ذلك. كمان يعني بيتم اهتمام بالقطاع الاقتصادي والقطاع الصحي أيضا في مجالات مختلفة. يعني أنا شايفة أنه في تنمية الأرقام بتعكس أنه يعني في ارتفاع في المعدلات النمو، وهنتكلم ده من بعد 2011 بعد الثوره لغايه دلوقتي. احنا بنتكلم على رقم جيد ومؤشر اقتصادي بيدل ان الفتره اللي جايه في تقدم ما في كل المجالات في القطاعات المختلفه. صحيح. وكمان من الناحيه الثانيه توسيع حمايه الشبكه الاجتماعيه او توسيع حمايه الاجتماعيه لبعض الشرائح اللي غير قادره، ده توجه من الحكومة الفترة اللي فاتت. وكمان دوليا يا أميرة، يعني دوليا حشوفنا اليومين اللي فاتوا مجموعة تقارير اقتصادية من مؤسسات مالية كبرى، يعني بتكلم على مؤسسة مودز، فيتش، ستاندرد أند بورز، بتتكلم على انه لا في الرفع كده لدرجة تقييم الاقتصاد المصري لدرجة مرتفعة شوية. فنتمنى يا رب 2018 تبقى سنة كلها كده خير ومعدلات النمو دي ترتفع، والأهم إنها تنعكس على حياة الناس. يعني الأرقام مهمة، لكن الأهم من الأرقام إن الناس يشعروا بثمار العمل ده. وعايز اقول حاجه، انا مش شرط اكون انا بشكل مباشر مستفيده، يعني مش شرط كاميره او كاي حد هو يكون مستفيد استفاده مباشره، ولكن حاله البلد لما بيبقى فيه ارتفاع ده بيخلينا كده كلنا عندنا طاقه ايجابيه واهتمام ببلدنا. يعني يا رب دايما نكون كده في التصدر او الصداره زي ما بيقولوا. يا رب ان شاء الله اميره، وان شاء الله 2018 تحمل خير اكتر وارتفاع في معدلات الاقتصاد لكل القطاعات المختلفه للاقتصاد المصري. طيب مش هروح بعيد عن الاخبار الحكومه والتحركات الخاصه بالحكومه المصريه. امبارح دكتور مصطفى مدبولي اصدر، وهو طبعا وزير الاسكان والقائم باعمال رئيس الوزراء، اصدر قرار باطفاء ما يعرف بصفه النفع العام على 4 جمعيات اهليه بالمحافظات لتتمتع بامتيازات السلطه العامه.
تضم قائمة الجمعيات التي يشملها القرار جمعية النور لمتحدي الإعاقة بمحافظة المنيا، الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمحافظة المنوفية، الجمعية الثالثة هي جمعية التنمية والبيئة بقنا، والجمعية الخيرية الإسلامية بالمنوفية. بحسب هذا القرار إيه معناه بقى النفع العام ده؟ الجمعيات دي هتتمتع بما يعرف بامتيازات السلطة العامة من حيث عدم جواز الحجز على أموالها بشكل كامل، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها. هنعرف تفاصيل أكتر يعني القرار الأخير للقائم بأعمال رئاسة الوزراء الدكتور مصطفى بدبولي، ومعنى النفع العام ده إيه. هنعرف أكتر مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، مدير تحرير جريدة الأهالي. صباح الخيرات يا أستاذ عبد اللطيف، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والشعب المصري كله. عايزين نفسر بقى ونبسط ونفهم كده القرار الأخير يعني إيه منح النفع العام أو إطفاء صفة النفع العام على 4 جمعيات خيرية زي ما ورد في الخبر اللي أنا قلته دلوقتي. ده طبعا بيكون في إطار خدمة المنطقة اللي هي موجودة فيها هذه الجمعيات. صفة النفع العام بمعنى إن هي إذا كان لها توجه معين أنشئت من أجله أصبح هذا التوجه توجه عام، بمعنى إن هي تخدم أهالي المنطقة أو المكان الذي أنشئت فيه. ولذلك هنجد مثلا إن هناك قرارات فيما يتعلق بالنفع بصفة النفع العام أو المنفعة العامة ليست الجمعيات الخيرية فقط، ولكن في أمور أخرى زي ما حضرتك مثلا من الممكن إن أنت تيجي على قطعة أرض مثلا إضفاء عليها المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضي أن هذه القطعة لابد أن تكون للنفع العام. بمعنى أن من الممكن إقامة مثلا مدرسة عليها، ممكن إقامة محطة مياه أو مياه شرب أو منطقة صرف صحي أو خلافه. إذا كان ده ملك جهة من الجهات في الدولة فبتتنازل عنها لصالح المصلحة العامة. طب سؤال يا فندم، ليه تحديدا الأربع جمعيات دول؟ يعني ليه تحديدا تم إطفاء صفة النفع العام على هذه الجمعيات بشكل خاص؟ شوف حضرتك، هذا القرار لا يأتي إلا بتوصية من الوزارة القائمة على شؤون الجمعيات الأهلية، هي وزارة التضامن الاجتماعي. بمعنى إن هناك بعض الجمعيات رغم إن هي كانت جمعيات أهلية إلى أنه تم السيطرة عليها في بعض الأحيان. يعني مثلا تلاقي أن جمعية مقامة المؤسسين فيها ما زالوا هم المهيمنين أو المسيطرين عليها، ما بتعملش اجتماعات مجلس إدارة مثلا أو انتخابات مجلس إدارة أو خلافه، فبتضطر ان بتتدخل الجهة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن عندها قسم خاص بالجمعيات الأهلية، بتبدأ عمليات الرقابة عليها. يعني في الجزء الرقابي ده سريعا يا فندم، بس يعني في بعض الأحيان بنشوف جمعيات بتشتغل في غير أنشطتها، وتحديدا بيبقى اليافطة العامة كده أو اليافطة الخارجية نشاط خيري، لكن بنشوف للأسف نشاط سياسي ونشاط آخر مختلف. بالضبط بالضبط. إذن ده بيأتي من دور الرقابة، إنك بتفعل دور الرقابة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية. لأن كل جمعية لها نشاط. أنت أسست جمعية مثلا وحنقول لمحو الأمية، تمام. إذن محو الأمية هذه لا يجب أن تتطرق إنك تعمل مثلا اجتماعات فيما يتعلق بسياسة، اجتماعات مزبوط. فيما يتعلق بكذا مفهوم. ولكن لابد من إن هي تحقق الهدف الذي أنشئت وأنها تعمل من أجل تحقيق ما أنشأت عليه، الهدف الأساسي في تأسيس مثل هذه الجمعيات. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهالي.
من الأخبار كمان المهمة اللي تمت، توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمقابلة نظيره الأثيوبي، وذلك في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وذلك اتساقا مع منهج مصر ثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة. للتعقيب معنا على الهاتف السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يمكن بس عايزين نعرف المشاهدين ان اللجنة الثلاثية اللي كانت ما بين مصر واثيوبيا والسودان وكانت منتظرة تقرير استهلالي لما يحدث في منطقة سد النهضة، ولكن حدث يعني اشياء يمكن ما كناش متوقعينها، وحدث حالة من الركود وحدث عدم اتفاق في يعني الثلاثي اللي تم ما بين مصر واثيوبيا والسودان. تعقيب حضرتك. هو طبعا اللجنة الثلاثية دي لجنة مشكلة من قبل ما نبتدي نتفق على المكتب الاستشاري اللي المفروض ان هو يتولى اصدار تقرير يوضح فيه الحالة بتاعة سد النهضة، وهل هو هيسبب ضرر لأي من مصر والسودان ام لا. هو ده كان الهدف من التقرير، وطبعا ده كان موضوع مهم جدا، لان احنا قلنا لو اثبت التقرير انه ما فيش ضرر احنا بالتالي مستعدين نتعاون مع اثيوبيا تعاون كامل، لكن لو ثبت انه هو في ضرر وفقا للتصريحات كلها اللي اصدرها المسؤولين الاثيوبيين ووفقا للاتفاق الثلاثي الاطاري اللي تم توقيعه بين الرؤساء الثلاثة، فهم تعهدوا بعدم الحاق اي ضرر بمصر او السودان. وبالتالي التاريخ ده مهم جدا جدا بالنسبة لمصر. نمرة اتنين ان هم اخدنا وقت طويل جدا على ما اتفقنا على المكتب، ثم حدث مشكلة مع المكتب اللي احنا كنا متفقين عليه، واضطرينا للارجاء مرة اخرى لاختيار مكتب اخر، وتم الاتفاق على المكتب الاخر وبدأ في اعداد التقرير، وكان التقينا أكتر من مرة للمقدمة الاستهلال بتاع التقرير اللي هو بيتحط فيه المعايير على اللي على أساسها هيشتغلوا في هذا الموضوع. اختلفت الوفود يعني مصر من ناحية والسودان وإثيوبيا من ناحية أخرى على ما تضمنه هذا الاستهلال بالنسبة للمعايير، وما كانش طبعا في أي استعداد للتنازل من أي من الطرفين، وبالتالي توقفت المفاوضات الفنية عند هذا الحد، وأعلن ذلك السيد وزير الري. ما ينفعش طبعا أنه إحنا نسيب الموضوع متجمد، وبالتالي السيد وزير الخارجية أخذ هذه المبادرة ويتوجه اليوم إلى إثيوبيا لكسر الجمود اللي هو حصل في المفاوضات الفنية والبدء في مفاوضات سياسية، وهو رايح وفي جعبته عدد من الاقتراحات اللي هي التوفيقية بالنسبة للموقفين. طب سيادة السفيرة عايزين نعرف يعني تقريبا ايه اللي ممكن يحصل، او حضرتك يعني ايه اللي ممكن يقوله وزير الخارجية للتجميد او يعني لتحريك المياه الراكدة ما بين البلدين او ما بين الثلاث بلدان يعني تحديدا؟ يعني هو مبدئيا طبعا هي المياه الراكدة فقط في موضوع سد النهضة، لان العلاقات بين مصر وإثيوبيا علاقات في هذه الفترة تعتبر علاقات قوية جدا. اللي ممكن هو يقدمه صيغ توفيقية بالنسبة لل إيه اللي ممكن يتضمنه التقرير، المعايير إيه اللي احنا عاوزينه إيه اللي هم عاوزينه، شبه حل وسط بحيث إن هو يرضي الطرفين. وهو أعلن إن هو رايح ومعاه هذه المقترحات، ونرجو أنها تحوز بقى موافقة الجانب الإثيوبي حتى تستأنف المفاوضات. ودايما انا بقول ان هو المسار السياسي هو اللي من شأنه فعلا ان هو يدعم عملية استمرار التفاوض للتوصل الى حل. نشكرك شكرا جزيلا السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية.
اتمنى طبعا التوفيق لوزير الخارجيه السيد سامح شكري، لانه مع اخر يعني خبر او اخر تحديث للملف ده اميره تم اعلان فشل المفاوضات. هو ما تمش الاعلان بشكل مباشر، ولكن هو اللي حصل لا هو فكره بس انه طلباتهم مختلفه عن طلباتنا. صحيح. يعني لما يقولوا ان احنا حصتنا في مياه النيل 55.5% من كمليار يعني في السنه، احنا عايزينها 74، يعني ارقام كبيره جدا وجاب كبيره. احنا برضو اللي حاكمنا وثيقه مهمه جدا لازم نذكر بيها، وثيقه مبادئ سد النهضه اللي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوثيقه دي فيها بنود حاكمه للموضوع ده. على اي حال هنشوف تحرك الفتره اللي جايه، ملف يهم طبعا كل المصريين ويهم الدوائر السياسيه بشكل كبير جدا عندنا في اهتمام بهذا الملف. نتمنى انه يعود وزير الخارجيه بما هو جديد لكسر جمود المفاوضات الخاصه بسد النهضه. نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم نشوف اهم العناوين والمنشطات في صحافه القاهره النهارده. بنجدد صباحنا على حضراتكم، معاد الصحافه اهم العناوين والمنشطات في صحافه القاهره النهارده 26 ديسمبر 2017. البدايه من صحيفه الوطن، منشط مهم جدا وايجابي وبيحمل كده يعني تفاؤل للمستقبل بعد النووي، مصر تدخل عصر الفضاء بوكاله ومدينه، القمر ينطلق يوليو المقبل، النواب يوافقون على قانون انشاء وكاله الفضاء المصريه، و70% من مكونات القمر محليه، بعد النادي النووي هندخل النادي الفضائي. امير حاجه كويسه، حاجه طبعا كويسه جدا. يعني كمان القرارات الخاصه بهذا الموضوع هيكون قرارات مصريه صميمه. صحيح. فده شيء. صحيح. ايجابي جدا. صحيح. طيب من الشروق صفحه 4، وفي اكبر محطه لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه في مصر، عماره محطات بنبان تستهدف انتاج طاقه كهربائيه نظيفه تصل ل 1.8 جيجا وات بما يعادل ثلثي الكهرباء المولده من السد العالي. طيب بيروح للمصري اليوم وخبر جميل ولطيف ومختلف شويه، هنشوف كده في التحرير شاشات كبيره، الشاشات دي هترصد تلوث الهواء بالتحرير، يعني نعرف احنا الهواء اللي احنا ماشيين كده بنتنفسه نسبه التلوث فيه ايه. دكتور خالد فهمي وزير البيئه بيقول انه هيتم بدء في تركيب شاشات كبيره هتكون في ميدان التحرير وجامعه القاهره عشان قياس ملوثات الهواء، والموضوع هيكون زي كده اونلاين، يعني هنعرف واحنا ماشيين نسبه التلوث قد ايه، وكمان هيتم تحليل الهواء بشكل علمي ومباشر، والوزارة هتشتغل في الموضوع ده الفترة اللي جاية. شيء كويس طبعا، أكيد شيء إيجابي. لكن الخبر اللي معايا ده هو يعني يمكن خبر شوية مقلق، ولكن من الأخبار صفحة 6 و7، تحقيق عن غرق الدلتا، غول ينتظر الترويض، 5 مناطق في خطر والحكومة تحاول إنقاذها ب 2.5 مليار جنيه، هتبتدي من اسكندرية وجرس الإنذار في الإسكندرية، وبعد كده يمكن كمان من الدول أو من البلاد عفوا اللي يتم إنقاذها راس البر ودمياط الجديدة، بورسعيد، منطقة كفر الشيخ أيضا، يعني كذا منطقة، منطقة رشيد، في مناطق كتير جدا. صحيح. صحيح. بيحدث فيها نوع من الفيضانات وخصوصا. صحيح. في فترة الشتاء والأمطار الغزيرة وكده. طبعا في المستقبل الحديث عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وشفنا ده في مؤتمرات عالمية، في تهديد لأماكن كتيرة منها الدلتا، أماكن. صحيح. كمان في القارة الإفريقية، فالتغيرات المناخية دي هتؤدي لبعض الظواهر الطبيعية. على أي حال ده تقرير للمستقبل، فمهم جدا احنا نشوف احنا ممكن نحط احتمالات ان ده يحصل ايه، وازاي نتصرف ونتعامل كمان مع مثل هذه الظواهر الطبيعيه اللي ممكن تحدث في مصر تحديدا في الدلتا. طيب نروح بقى لخبر كمان حلو وايجابي، والذهب الابيض، الذهب الابيض اللي بيعشقه المصريين والفلاحين، القطن. اول تعاقد على تسويق 100,000 امتار قطن للموسم الجديد، 10% من الثمن هيكون مقدم لتشجيع الزراعه، وتقرير رسمي بيقول ان حوالي 220,000 فدان اجمالي المساحه المنزرعه، ده تحديدا في نوع اسمه جيزه 95، وهيبتدي الجني من محافظه المنيا، والصورة جميلة جدا زي ما احنا شايفين، صورة لإحدى الفلاحات المصريات وهي بتجني بشاير القطن.
صحيح. طيب الخبر اللي معانا من الدستور صفحة 3 ونقل تمثال رمسيس الثاني في موكب ملكي مهيب أو مهيب يناير المقبل. تفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني المتحف المصري الكبير بميدان الرماية أمس لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بنقل تمثال رمسيس الثاني من موقعه الحالي بالمتحف إلى مكان عرضه بالبهو العظيم والمقرر له في يناير المقبل. نروح للدستور، والدستور بقالها كام يوم شغالة كده على ملف بعنوان وصف مصر 2017. اتكلمنا امبارح عن الرياضة زي كده حصاد لأهم الأحداث الرياضية والإنجازات في 2017. النهاردة الدستور شغالة على الثقافة في مصر، وصف مصر 2017، بتطرح سؤال مهم جدا: كيف عادت الروح إلى الثقافة في مصر؟ بتتكلم بالأرقام: 100 معرض للكتاب، قوافل في حب الوطن، ظهور خافت للأقصر لعاصمة للثقافة العربية والمنافسة على اليونسكو. طبعا محدش يعرف انه تم اختيار الأقصر في 2017 عاصمة للثقافة العربية. للأسف الشديد ده خبر منالش الاهتمام من وسائل إعلام كتير قوي، لكن احنا بنقوله دلوقتي اهو. طيب هنروح لفاصل ومكملين مع حضراتكم صباح اون، انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية والجزء الثاني من صباح أون. وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية القانون في كثير من النقاط اللي بتحتاج إلى توضيح. طبعا أكيد هيكون معنا لمعرفة تفاصيلها معنا أستاذ يوسف ورداني معاون وزير الشباب. صباح الخير. صباح النور. صباح الشباب وصباح الخير، وحشتنا يعني كتير بنتقابل تليفونيا لكن نورت استوديو صباح أون. نورت بك أستاذ يوسف. موضوع مهم جدا، منظمات الهيئات الشبابية أو قانون تنظيم الهيئات الشبابية تم الموافقة عليه فعليا داخل البرلمان بعدد ثلثي اعضاء البرلمان، والقانون ده كنا مستنيينه من فتره طويله جدا. تنظيم الهيئات الشبابيه او نقدر نقول المراكز، مراكز الشباب المنتشره في انحاء الجمهوريه. بدايه حابين نتعرف على ملامح هذا القانون الجديد والاختلاف عما سبق من قانون كان بينظم الشباب او بينظم العمل الشبابي في مصر. هو الاول احنا بقالنا 42 سنه في مصر شغالين على قانون اسمه الهيئات الشبابية والرياضية سنة 75. فاحنا دلوقتي في 2017، فعدى علينا 42 سنة ما جددناش القوانين. فتقدر تقول ان عام 2017 هو عام تحديث البنية التشريعية لمجال الشباب في مصر. وعمل تشريعات صديقة للشباب. ودي نقطة مهمة جدا. صديقة للشباب. التشريعات قبل كده كانت بتكره الشباب. معادية للشباب. معادية للشباب. فأهم السنة دي طلع قانون الرياضة رقم 71 سنة 2017، وطلع قانون الشباب اللي هو الرئيس هيعتمده. الحقيقة أنا هقول لك الفلسفة بتاعت القانونين في الأول قبل قانون الشباب. أول فلسفة اللي هي فكرة يعني إعادة الحق لصاحب الاختصاص الأصيل. فعلى سبيل المثال مين صاحب الاختصاص الأصيل في الرياضة؟ هي الأندية ومراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية. فأنت دلوقتي رجعت كل السلطات اللي كانت في القانون القديم اللي هو صدر في عهد ثورة يوليو، رجعته للنادي ومركز الشباب بدلا من فكرة الوزير المختص والجهة الإدارية المركزية وأن كل حاجة تلجأ للدولة. فبقى من حق الجمعية العمومية للنادي أو لمركز الشباب عضو الاتحاد الرياضي أن هو يحط النظام الأساسي الخاص به اللي هي بينظم كل شؤونه، مجلس إدارته، طريقة عمله، أنت اختيار المدير، اختيار المدير المالي، حتى ضوابط الحضور والانصراف. والوزارة عشان تعمل كده يعني أطلقت يد هذه الهيئات في وضع النظم الأساسية. اللجنة الأولمبية طلعت لائحة استرشادية قالت إن الأندية اللي مش هتقدر تحط اللوائح بتاعتها هتشتغل على اللائحة الاسترشادية دي لمدة معينة لحد ما تعمل جمعية عمومية غير عادية تغير اللائحة الاسترشادية وتعمل اللائحة بيها. فأول ملمح هو إعادة الديمقراطية أو تفعيل المجال العام في مصر. فده ملمح مهم. أكيد طبعا. الملمح الثاني هو يعني ان المجال العام في مصر شهد حاله من الحراك الكبير جدا في انتخابات الانديه. صحيح. عندنا 976 هيئه رياضيه متوزعين بين انديه رياضيه وانديه شركات وانديه مصالح حكوميه وانديه تابعه لمؤسسه عسكريه ومراكز شباب اعضاء اتحادات رياضيه. ال 976 هيئه دول منهم 303 قدرت تحط اللوائح الخاصه بيها بنفسها. ال 303 دول منهم 229 هيئه رياضيه الحقيقه يعني عملت الجمعيه العموميه وحطت النظام الاساسي، فبالتالي قدرت تطور الشغل بتاعها.
منهم 27 مركز شباب، يعني حتى مراكز الشباب القليلة برضو بدأت تعمل كده. فده الملمح ده نتج عنه ان في حالة من الانتخاب، يعني في حالة الانتخابات اللي تمت في الاندية حالة من الحراك. بدأنا نسمع عن حركة دلوقتي حركة بقى منافسة برامج انتخابية مرشحين شباب. فده الملمح التاني. طيب. الملمح الثالث عايزه طيب كمل. الملمح الثالث ان القوانين دي يعني نصت على عضويه الشباب في عضويه مجالس ادارات الهيئات الشبابيه. يعني على سبيل المثال قانون الهيئات الشبابيه الجديد بينص ان 50% على الاقل لازم يبقوا اعضاء في مجالس ادارات مراكز الشباب والهيئات الشبابيه. يعني عندك كده 50% على الاقل، يعني ممكن توصل ل 75%. ده غير الناس اللي هتنزل بالانتخاب على المقاعد دي. في اللائحه الاسترشاديه لقانون الرياضه، اللائحه الاسترشاديه قالت اي نادي فوق 30,000 يبقى فيه 3 اعضاء تحت السن، تحت سن 35. اي نادي تحت 35 تحت 30,000 يبقى فيه عضوين شباب. فبالتالي بقى عندك عضويه شبابيه مش بس قاصره على البرلمان وقاصره على شبكه معاوني ومساعدي الوزراء، كان حتى في الانديه وفي الهيئات الاهليه، وده من المتوقع بيجدد شباب العمل الرياضي والعمل الشبابي في مصر. طيب القانون ايضا بينص على حظر مباشره الهيئات الشبابيه لاي يعني حزب سياسي، لاي شيء يخص الحركه السياسي، راي حضرتك ايه؟ بص انا يعني انا كنا بنتكلم قبلها وحضرتك كنت مش حابب الموضوع ده. هو الفلسفه الاساسيه للنص ده ان انت مش عايز تجر الهيئات الشبابيه والهيئات الرياضيه لحاله من التنافس الحزبي يعني المقيت. يعني لكن فكره ان التدريب السياسي لا مسموح به، يعني على سبيل المثال، لكن ممارسته هي الفكره. ما انت بتمارسي السياسه داخل المركز الشباب، هقول لك بتمارسيها ازاي. احنا دلوقتي مثلا عندنا برلمان الشباب وبرلمان الطلائع داخل مراكز الشباب. فده بيدرب الشباب على السياسه من صغر من الصغر بتاعه، ثقافه سياسيه. ثقافه سياسيه، احنا ما بنتكلمش على المنافسه الحزبيه. يعني الثقافه السياسيه مسموح بيها ان انت تستضيفي شخصيات عامه. صحيح. تتكلم في الشان العام موجود بمختلف توجهاتها استاذ يوسف، بمختلف يعني التوجهات، يسار يمين مختلف الاحزاب، بس هو ينقلوا خبرتهم السياسيه، نقل الخبره، التدريب، التثقيف السياسي مسموح بيه. ولكن يعني فكره المنافسه بيتم حظر هذا لا، هو اللي بيتم حظره المنافسه الضيقه. لكن الفكره لو انت بتعملي لقاء في مثلا 10 احزاب او 12 حزب سياسي بيعرضوا البرامج بتاعتهم، لا ده مش ممنوع. ايه الفلسفه كمان؟ كان زمان انت عندك في ايام الرئيس مبارك في حزب واحد، حزب الوطن، في عهد الاخوان في حزب الحريه والعداله. دلوقتي انت عندك في مصر اكتر من 100 حزب. فبالتالي عشان تعملي ضوابط عادله لاستخدام مراكز الشباب او استخدام المنشآت الشبابيه مش هتقدري تلائمي كل التنوع ده. وهيتم اتهام الدوله بالانحياز وراء دعم حزب معين او حزب بعينه او تيار سياسي. لكن الفكره لو انت بتنفذي انشطه عامه، واحنا بنخطط الفتره الجايه ان احنا نعمل دوره تدريبيه لشباب الاحزاب السياسيه كلهم، بس كلهم يعني شاركوا معانا، هنبعت لهم الدعوه، اللي هيستجيب هنعمل له دوره تدريبيه. فالفكره ان انت بتنشطي مشاركه شباب الاحزاب، بتنشطي العمل العام جوه مراكز الشباب، لكن ما بخليش فيه التنافس الضيق. احنا مش عايزين حد، يعني مراكز الشباب دي موجوده في كل قريه مصريه، حوالي 4200 مركز شباب والانديه الرياضيه، مش عايزين حد يسيطر على عقول الشباب. دلوقتي اتنقلنا من مرحله التوجيه لمرحله التعدديه. مرحله التعدديه بتعني ان الشاب يبقى مفتوح لكل الاتجاهات، مش اتجاه واحد. وكمان برضو الخوف كمان من نقطه مهمه جدا، فكره الدعايه المباشره لحزب معين او غيره، ودي مرفوضه تماما في اي مكان شبابي او هيئه شبابيه، زي ما هي مرفوضه في الجامعه، في الاماكن اللي هي نقدر نقول تنويريه اكتر. ما ينفعش ابقى اسير لحزب معين او توجه اعمل دعايه لمرشحين معينين. انا بس عايز اسال حضرتك ونفهم الناس، لانه احنا عندنا مراكز شباب كتيره جدا في مصر، وبنمشي من مكان لمنطقه ومحافظه لاخرى بنلاقي مراكز شباب كتير. فلسفه مركز الشباب يعني دوره ايه في المجتمع؟ عايز من حضرتك نفهم القانون ده بعيدا بقى عن الجانب القانوني والتشريعي، هو المفروض يعمل ايه مركز الشباب؟ هل هو متنفس رياضي نشاطات بس، ولا ليه دور مهم كمان يقدر يلعبه في تشكيل وعي الشباب المصري؟ مركز الشباب ده يعني الرؤيه المثاليه لها وان ستوب شوت، يعني حياتك بتقف فيه تلاقي كل الخدمات اللي انت محتاجها كشاب. تمام. خدمات ثقافه، رياضه، فن اجتماع، شخصيات عامه، بتلاقي كل. فدي الفلسفه الاساسيه. يعني ان مركز شباب هو نقطه اشعاع ثقافي واشعاع تدويري في المنطقه المحيطه بيه. عشان المركز ده يقوم بالدور ده لازم يتوفر فيه مجموعه من العناصر. انا حتى ببعد عن حتى عن عنصر القانون. اول حاجه المفروض المركز ده يديره شباب. ايوه. فبالتالي 50% اسمه على مسمى، فبالتالي 50% على الاقل من عضويه مجالس الادارات هتبقى شباب. لازم الهيكل الاداري فيه يبقى هيكل شاب او هيكل مدرب على التعامل مع الشباب. ومن هنا بتيجي خطه الوزاره لتدريب شبكه كبيره جدا في المحافظات
على مهارات التواصل الشخصي مع الشباب، على إثراء قدراتهم الشخصية والمهنية. فدي الحاجة التانية. الحاجة التالتة إن هو يبقى عنده قدرة على تشبيك المجتمعي مع الهيئات المحيطة به. على سبيل المثال مركز الشباب مفروض بينسق مع الكنيسة، مع الجامع، مع الجمعية الأهلية، مع اتحاد الطلبة، مع المبادرات الشبابية. كل دول عندهم مكان شرعي لممارسة أنشطتهم جوه مركز الشباب. فبالتالي لو انت لو احنا يعني احنا بدأنا نعمل كده، لسه ماشيين طبعا في خطة التطوير في ال 4200 مركز. لما بنيجي نعمل كده بنشوف ايه اللي بيجذب الشباب، لقينا مثلا الشباب فاقد الثقة لفترة كبيرة جدا في الدولة. فبدأنا طب نشوف هو الشاب مهتم بإيه، لقينا الشاب مهتم بالرياضة. فالوزير ادى توجيهات يعني بقاله سنتين ان احنا نطور الأنشطة الرياضية في مركز الشباب. فعملنا 2855 ملعب خماسي منجل جوه المركز. بالتالي عشان الشاب يروح بدل ما كان بيلعب في التراب او بيشوط طوبه او بيلعب في الغاز، بيلعب في مكان مؤهل، بقى مكان مؤهل. وخلينا على الهامش ده ناس بتقول له ايه هي الانشطه الثقافيه اللي عندنا. عندنا برلمان شباب، عندنا برلمان طلايع، عندنا نادي تطوع، عندنا انديه فتاه، عندنا ندوات. فبدات تستخدم الرياضه كاداه لجذب الشباب. تمام. احنا شغالين في كده. طب ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل في كده؟ الجوانب النقص متعلقه ان احنا بدانا خطه تطوير القدرات اعضاء مجالس ادارات مراكز الشباب والقائمين على العمل متاخر بعد 2011 او 2012. فبالتالي بقى عندنا حوالي في 73,000 موظف تبع وزاره الشباب في المحافظات، يعني سواء في الدوائر المركزي او في المحليات. دلوقتي بدانا نحط ايدينا على القضايا الحرجه ونعمل شبكه تدريبيه واسعه جدا. عملنا في كل مديريه 2 معاونين، واحد للشباب وواحد للرياضه في 17 محافظه. دربنا 3 شباب تحت الاثنين دول عشان يبقى عندنا في حاله من التنافس، ما ينفعش معاون الوزير او معاون مدير مديريه يبقى حاسس ان هو قاعد في مكانه طول العمر. صحيح. فلازم يبقى في تنافس. دربنا واحد على مستوى كل اداره فرعيه او كل مركز او اسم اداري. السنه الجايه 2018 2019 هندرب واحد من 4200 مركز. ده تدريب مركزي. وبنسمح ان الجمعيات الاهليه والشركات المتخصصه تقدر تدرب الكوادر دول. وبدءا من منتصف يناير لمنتصف ابريل الوزير اعلن ان هو هيتم حوار مجتمعي واسع على اللائحه الاساسيه لمراكز الشباب. القانون بيتكلم في التوجهات العامه. اللائحه بقى هنحط كام عضو مرأة في مجلس الإدارة، هيبقى فيه كم واحد من ذوي الإعاقة، مجلس الإدارة ده عدده هيبقى قد إيه. فكل ده هيتم النقاش حوالين الفترة الجاية. تمام. والوزير هيجتمع. الشباب طبعا طرف أصيل في المشاركة، يعني هو بيناقش معاك وبيقول مقترحات. لا ده هو الشباب هو اللي بيناقش، هو اللي بيقول. احنا جهة، بص دي حاجة تخصه. احنا بنسلم الوزارة للشباب، يعني ودي الفلسفة المفروض وزارات الدولة تعملها. احنا بنحاول ندي مثل في كده. يعني انت مين هو المستفيد؟ المستفيد هو الشاب طبعا. فالشاب ده المفروض يبقى مشارك في تصميم الخطة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، يعني في كل المراحل، ومش مشاركة شكلية. يعني ان انت بتعلني تقولي مين عايز يشارك معانا، تتلقي الاقتراحات ومن هيئة التجمعات، عندك اتحادات الطلبة، احزاب، جمعيات اهلية، عشان ما تلاقيش نشاط تقولي اصل النشاط ده كان بقاله 20 سنة منفذ، او احنا بننقل الخطة زي ما هي. وبدأنا نحط ضوابط لمكافحة الفساد داخل الوزارة والوساطة والمحسوبية. ده لكن هيخليني أسأل حضرتك، القانون يعني في طبعا أكيد لما تم تعديله أو على الأقل لما تم وضع بعض الخطط فيه كان في مشاكل في العقوبات الرادعة في حالة لو أن الشخص لا يمارس العمل اللي موجود بشكل سليم. يعني عايز اسال حضرتك بقى، هل بيتم دلوقتي او هيتم الفتره دي دخول الموضوع بشكل رادع جدا وقوي جدا، ولا الموضوع هيكون مستريح؟ قبل العقوبات احنا بنتكلم على سياسه التحفيز. احنا بنتكلم على ان الموظف العام المفروض يبقى فخور بوظيفته. طبعا. ودي رساله اساسيه احنا بنحاول نوجهها حتى لكل الشباب والاجهزه اللي متعاونه معانا. يعني قبل ما اتكلم على عقوبات، لانه ممكن يقول لك ان مستوى دخله قليل، انه الظروف الاقتصاديه صعبه، لكن في النهايه انا بحفزه وبحفزه وحفزه معنويا من خلال ان انا باشعره بملكيه الوزاره اللي هو شغال فيها. فده التوجه الاول. التوجه الثاني في حاله عدم الاستجابه بيتم تطبيق اللوائح عليه اللي هي منصوص عليها في قانون الخدمه المدنيه ومنصوص عليها حتى في قانون الشباب. وفي اتجاه كبير جدا بناكد عليه في كل الدورات التدريبيه اللي بنعملها على فكره، يعني احنا لا نستخدم العصا قبل الجزر. الاول ان احنا بنقول صحيح. لكل الهيئات بتاعتنا وكل الموظفين عندنا التزموا بالقانون، لان القانون ده هو المنظم لينا. في الاطار ده عملنا ضوابط كبيره جدا لمكافحه الفساد. لقينا على سبيل المثال
في اتهام كبير للوزاره بقالها فتره كبيره ان الرحلات وان لو عايزه تروح الاقصر واسوان لازم تبقي عارفه يوسف وفي وساطه ومحسوبه. هو ده اللي كان بيخليني اسال حضرتك وقتها هنعمل ايه؟ انا اقول لك لا انا هقول لك مش وقتها هنعمل ايه، احنا عملنا ايه بالفعل؟ عملنا دلوقتي كان زمان مثلا انت بتيجي تسجلي فتلاقي مثلا محمد عبده اسمه بالكامل ممكن بقى يكتب اله عليها نقطتين مفيش رقم قومي، فبدانا نعمل قاعده بيانات بالرقم القومي. يبقى تعرف هو فبالتالي انا بدات احدد مين هو المستفيد من انشطه وزاره الشباب وخد كام خدمه. والوزير بنفسه عمل حوالي 5 أو 6 اجتماعات للغرض ده مع كل وكلاء الوزاره والقائمين على العمليه الشبابيه. لقينا ان في نسبه احتقار للخدمات الشبابيه المقدمه، ان في واحد يطلع من الاقصر واسوان بعد كده يروح على الغردقه بعد كده يشارك في نشاط تاني، لكن كمان مش بيشارك بس في انشطه وزاره الشباب، لقينا كمان هو بيشارك في انشطه تانيه بتقدمها وزارات الدوله. فلقينا ان العدد المستفيد قليل، فبدانا الاول نحصر ايه هي العدد الفعلي. الحاجه الثانيه نعمل قاعده بيانات بالرقم القومي. الحاجه الثالثه ان احنا نشوف ازاي نعمل تسويق افضل لمنشاتنا وخدماتنا. طب عشان نعمل تسويق افضل لمنشاتنا وخدماتنا بدانا نعمل ايه؟ بدانا نطالب كل اللي احنا ضربناهم يعملوا لنا خريطه بالخدمات الشبابيه في المحافظه ومين هي الهيئات الشبابيه، فبالتالي عشان تبقي عارفه مين هو مثلا امين شاب حزب مثلا مستقبل الوطن او مسلمين الاحرار في الفيوم، لان هو ده في النهايه عنده قاعده شبابيه طبعا اقدر اقول له تعالى استفيد. شفنا مين هم الاكتف قوي على شبكه التواصل الاجتماعي، فلقينا مثلا واحده اسمها اسماء رؤوف وواحده اسمها بسنت نور الدين، عملنا لقاءات معاهم في الوزاره عشان برضو يشاركوا معانا ويعملوا برضو دعايه لانشطه الوزاره والانشطه بتاعتهم، يعني يحسوا ان الوزاره دي بتاعتهم. ما هي دي نقطه مهمه جدا، توسيع المشاركه الشبابيه بشكل كبير جدا. هنتكلم عن ده ونتكلم على فكره مهمه حضرتك قلتها من شويه، انه احنا لما نزلنا سالنا الشباب انتوا عايزين ايه من مراكز الشباب؟ قالوا الرياضه رقم واحد، وده من في اعتقاد كده انه مركز الشباب يعني ملعب ورياضه، بس قلت كلمه مهمه انه مركز الشباب لا مش بس ملاعب، مركز الشباب مركز ثقافي وحضاري وكمان بيتعلم فيه الشباب حرف كتيره ومهارات كتيره. هنتكلم في الجزئيه دي انه مركز الشباب ليس فقط ملعب للرياضه لكن هو مركز للاشعاع الثقافي، بعد الفاصل مع الاستاذ يوسف ورداني معاون وزير الشباب. لسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ يوسف ورداني معاون وزير الشباب وقانون تنظيم الهيئات الشبابيه وازاي نستفيد من مراكز الشباب الكتيره الموجوده في مصر. احنا عندنا حوالي اكثر من 4000 حوالي 4200 و200 مركز شباب في محافظات مصر كلها. وانت ذكرت قبلها يا محمد انك انت يعني المركز مش بس مركز ملعب، لا احنا في نشاطات ثانيه كتير بتتعمل. ازاي بقى ده يتحول فعلا مركز الشباب الى مركز بيدعم مهارات الشباب، بيثقفهم، بيزيد من وعيهم بشكل كبير، مش بس الفكره المعتاده ملاعب كوره؟ اول حاجه ان احنا بنشرح لكوادرنا يعني ايه مركز شباب. مركز شباب كلمه مركز يعني سنتر للتجمع. صحيح. شباب اللي هي شريحه عمريه من 18 ل 35 سنه. فبدانا نقول لهم ان الشريحه العمريه من 18 ل 35 سنه المفروض بدل ما تقعد على القهاوي تقعد في مركز الشباب. صحيح. بدل ما تبقى قاعده ما بتعملش حاجه يعني بتلطم حظها ان احنا ما بنشتغلش، طب تعالى عندنا في دورات تدريبيه. فبدانا نعمل دورات تدريبيه مع الشركات الكبيره العالميه المتخصصه في الاي تي، وبدانا نعمل الدوره التدريبيه دي مجانا وساعات بتبقى ب 30 جنيه عشان نديله الشهاده، يعني الشهاده تبقى مطبوعه. بياخد 35 ساعه تدريبيه على ازاي يكتب سيره ذاتيه، ازاي يصمم موقع الكتروني، ازاي يستعد لسوق العمل. وقلنا بس عشان ما نقتصرش على الشباب المتعلم بدانا نتعاون مع شركات القطاع الخاص خاصه في الدهانات والبويات، ان هننزل لمستوى كمان اللي واخد دبلوم او اللي مش متعلم، لان مركز الشباب ده مش بس مركز شباب للمتعلمين. ودي ثقافه عايزين نغيرها، ده مركز شباب لكل الشباب. صحيح. باختلاف انتماءاتهم السياسيه وانتماءاتهم الدينيه وصفاتهم وولد وبنت. وبدانا نركز على ان احنا ندي امتيازات لذوي الاعاقه في مراكز الشباب. فتلاقي ان القانون ده مثلا على سبيل المثال لو انت بتعملي مركز شباب جديد او انت بتعملي اي هيئه شبابيه جديده في حاجه اسمها رسم اشهار الهيئه، اللي هو المبلغ اللي بندفعه عشان الهيئه تتعمل. ففي القانون حوالي 10000 جنيه. قلنا الهيئه اللي فيها 5% في عضويتها من ذوي الاعاقه هتبقى معفاه من رسم الشهر، يعني مش هتدفع ال 10000 جنيه. ده خصوصا بدخولنا في 2018 وعام الاعاقه يعني. وهقول لك كمان عملنا ايه تاني. قلنا ان اي منشا شبابي يتم انشاؤه في الفتره الجايه لازم يتم وفق يعني كود البناء اللي طالع من الدوله ويسمح باستخدام ذوي الاعاقه.
لو ما بيسمحش باستخدام ذوي الاعاقه مركز شباب مش هيتم اشهاره. فدي الحاجه الثانيه. طبعا فقانون الرياضه في بند واضح على ان القانون بيكفل تمتع ذوي الاعاقه بالانشطه الشبابيه والرياضيه المنفذه داخل الانديه الرياضيه. في العدو التابع، شرط العدو التابع في لائحه الانديه، قلنا ان العدو التابع قد يكون هو ذوي الاعاقه من الابناء والبنات للعدو العامل. فبدانا ندي امتيازات كبيره لذوي الاعاقه عشان المكان ده برضو بتاعهم ليه والاسرهم كمان ليه والاسر بتاعتهم. فالمكان ده بدانا نشجع ذوي الاعاقه من خلال النصوص القانونيه ومن خلال الممارسه. الحاجه الثالثه عشان نفعل عضويه مراكز الشباب دي ان احنا بدانا نعمل خريطه متكامله لمراكز الشباب. نحن نقول عندنا في مراكز شباب متميزه، في اقليه تميزا، في مراكز شباب خاضعه للتطوير. احنا مش عايزين ان كل ازمه تيجي نقول اصل مركز الشباب ما قامش بدوره، احنا عايزين يبقى دورنا وقائي، سواء دورنا وقائي في الاحداث لو في احداث طائفيه، في تطرف، في ارهاب، مش لسه ساعتها اقول ان لا لازم احدث الملعب، لان ممكن يبقى عندك منشات كتيره مفيش حد بيستخدمها. كان احنا عايزين اعاده الثقه في الدوله، واحنا هنا واحنا على الهواء، يعني بندعو كل شباب مصر ان هو يثق فينا، لان هي دي وزارته، وهي دي اللي هو المفروض يهتم بيها. صحيح. طيب الدور اللي بتقوموا بيه في عمليه تبادل الخبرات ما بينكم وما بين دول اخرى؟ بنقوم بالدور ده على مستويين. الاول على مستوى كوادرنا في الوزاره. الحقيقه عندنا في الفتره الاخيره بروتوكولات للتعاون مع عدد من الدول ان هم بيعملوا زيارات قد تمتد لمده اسبوعين، بيطلعوا على خبرات المنظمات الشبابيه، ازاي بتشتغل، اليات عملها، ازاي بيبنوا عمليه الشراكات مع المجتمع المحلي، ايه هي العقبات اللي بتواجههم. وبدأنا يعني بنتواصل مثلا مع ألمانيا ومع بعض الدول الأخرى في المجال ده، وبنبقى حريصين إن أي وفد شبابي يبقى فيه قائد شبابي من الوزارة في سن صغير عشان يقدر يعمل الوصل بين تطلعات الشباب وبين السياسة العامة للدولة. فبالنهاية ممثل الوزارة الموجود، الشاب الموجود ده مش موجود عشان يخنق الشباب، كان موجود عشان يبقى عارف إيه التوجهات العامة في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية، لما حد بيكلمك على التغيرات السياسية في مصر، فهو احنا مدربينه ان هو يبقى مؤهل للتعامل مع الاسئله دي. ده اول نوع من التبادل. النوع الثاني هو التبادل الشبابي اللي هو الشباب بيشارك معانا. الحقيقه ده عندنا شراكات ضخمه جدا فيه، وبدانا كمان نغير اليه الاختيار. كان زمان تبعتي للمديريات الشباب والرياضه تقول لها طب رشحوا لنا خمس شباب او ست شباب يشاركوا. دلوقتي بقينا بنعمل التقديم اونلاين. كان عندنا مثلا سفينه صحيح. اليابان. سفينه اليابان ده بيقعدوا حوالي ست اسابيع صحيح. في اليابان. عملنا اعلان على موقع التواصل الاجتماعي، قدم 1284 واحد، عملنا لهم مقابلات شخصيه كلهم. الاول في اللغه الانجليزيه، وده كان جهد كبير جدا قام بيه زمايلي في الوزاره. اخترنا منهم 84 واحد كانوا افضلهم مستوى، بيتكلموا على الاقل لغتين او ثلاث لغات. من ال 84 لجنه السفر في الوزاره اختارت 25. من ال 25 السفاره اليابانيه اختارت 9. جالنا ثلاث جوابات شكر من الحكومه اليابانيه ومن السفاره على مستوى الوفد المصري. حاجه رائعه. انت طلعتي افضل 9. طب هل احنا اقتصرنا على كده؟ من 85000 من 1000 يعني. لا لا من 1000 من 1284 من 1284 فتسعة يعني العدد بسيط جدا. طب الباقي بقى ال 84 هل سبناهم؟ لا بدانا نرشحهم تباعا يشاركوا في الانشطه الثانيه. كان عندنا مثلا انشطه في الاردن، انشطه في بعض الدول، بدانا ناخدهم يشاركوا معانا لان احنا امتحناهم وشفناهم. ده كمان بيخلي او بيعزز فكره الثقه ما بين الشباب والوزاره. زي ما حضرتك قلت ان دي وزارتهم، وزاره الشباب، ان انا اشتركت في حاجه، لا انا مستمر كمان معاكم في الانشطه. احنا للاسف معانا اسئله كتير بس وقتنا خلاص يعني انتهى. فعايز اتكلم حضرتك سريعا على جزئيه التمويل. يعني كل الاحلام الجميله دي وكل الشغل الرائع، محتاجين نعرف هل في تفكير في مصادر تمويليه جديده لمراكز الشباب الفتره اللي جايه ولا لا؟ بص، التمويل هو عصب النشاط الشبابي والرياضي في مصر. قانون الرياضه على سبيل المثال نص على باب خصص باب كامل للاستثمار الرياضي. أيوة. قال ان احنا ممكن نعمل شركات مساهمه، تقدر الفروع الانديه تبقى تشرف هيئه شركات، ان احنا نقدر نعمل تمويل جديد مبتكر خارج الصندوق. فهتلاقي ان الوزير كان بيتكلم وصدر قرار فعلا من هيئه الرقابه الماليه بانشاء صندوق الرياضه المصري. جميل. اللي هو براس مال مصدر كبير ويتم يشارك فيه رجال الاعمال والقطاع الخاص عشان نقدر نمول الرياضيين في اللعبات بتاعتهم، ونقدر كمان نسري مهاراتهم العمليه والمهارات الفنيه بتاعتهم. ده على جانب الرياضه. على جانب الشباب بدانا برضو بنتكلم على فكره ازاي اتاحه موارد افضل للهيئات الشبابية. مش بس قصرة على الإعانات المقدمة من الدولة. أيوة. لكن من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني، وبدأنا نقول لهم ان في نسبة 10% يبقى صافي ربح
لكل رجل اعمال نقدر نستخدمه كمسؤوليه اجتماعيه في تطوير الانشطه بتاعتنا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف ورداني معاون وزير الشباب على مجهود يعني الشباب كلها اللي موجودين مع حضرتك في بناء شكل جديد لمصر بجد. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا على الطاقه الايجابيه دي ويا رب كده نشوف مراكز الشباب منوره في كل مكان في مصر. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف الورداني معاون وزير الشباب. دلوقتي هنروح لفاصل ومن بعده هيكون معانا ضيف خلينا نقول كل تفاصيله لكن بعد الفاصل. عشيقتي الحبيبة، إن كلمة الجمال لا توفيها حقها، هي مزينة باللآلئ الغالية مرصعة بالجواهر الثمينة، كلماتها
كانت أول ما دخل أذني من كلمات الدنيا. مذ سمعت كلماتها أول مرة غرقت في هواها عشقا، رسمت على وجهي الابتسامات وأدخلت إلى قلبي أنوار الفرح، وهي أيضا أدمعت عيني وأصابتني بقشعريرة الحزن. تعلمت معها قراءة القرآن الكريم وعرفت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي صاحبة الفن كله، هي الشاعرة بطبعها، الموسيقى في حركاتها وسكناتها. تغنت بها أم كلثوم، وشدى بها عبد الوهاب، وصدح بها عبد الحليم، وغيرهم كثير من أهل الموسيقى والغناء. وأبدعت معها أصوات القرآن، فكان قيثارة السماء محمد رفعت وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل والمنشاوي وغيرهم كثير من القراء. التقرب منها يعني أن تعشقها وأن تدافع عنها، فهي كثيرا ما تتعرض للأخطار ويؤذيها الأهل قبل الأعداء، وما أدري أنى يؤذى جمال كهذا الجمال. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما دقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواصة عن صدفاتي؟ من قصيدة حافظ إبراهيم شاعر النيل، اللغة العربية تتحدث عن نفسها. العمل اللي احنا تابعناه منذ قليل هو عمل يدافع عن جمال وجلال اللغة العربية. مجموعة من الشباب المصري يريد أن يحيي اللغة العربية من جديد، إحياء التراث الثقافي، مبادرة في غاية الروعة. قناة على اليوتيوب بعنوان عنادل، وعنادل بالمناسبة هي جمع عندليب لنشر التراث العربي في صورة جديدة تناسب إيقاع هذا العصر. احنا من أيام قليلة تحديدا يوم 18 ديسمبر كنا بنحتفل باليوم العالمي للغة الضاد، للغة العربية. معانا أحد المؤسسين أو صاحب هذه المبادرة وواحد من عشاق اللغة العربية، هو مهندس لكنه ترك الهندسة ويعني جال وصال في رحاب اللغة الجميلة، لغتنا الجميلة اللغة العربية، الأستاذ المهندس عاصم السيد، صاحب الفكرة اللي احنا شفناها وهنتكلم عنها وصاحب مشروع عنادل لإحياء التراث الثقافي. أهلا بك. مرحبا. أهلا بك. حياك الله. فكرة عنادل إيه الهدف منها؟ الهدف أن نبرز جمال اللغة العربية. اللغة العربية لغة جميلة، وفقط تحتاج أن نقدمها نحن في ثوب من الجمال. ولذلك اخترنا اسم عنادل لأن العندليب طائر جميل الشكل وجميل الصوت، وفي القاموس يصوت ألوانا، يعني يغني ألحانا متنوعة، وهو يغني ليلا حتى يسمع ولا تختلط موسيقاه بموسيقى العصافير الأخرى، وهو ملهم للأدباء والشعراء. فنحن نريد أن نبرز اللغة في ثوب من الجمال، وأنها لغة حياة وليست حكرا على الإعلام أو الصحافة أو القرآن، ولكنها لغة حياة تعبر عن حاجات الإنسان الخاصة والعامة الأدبية والعلمية. يعني بداية نحيي لغتك السليمة والصافية، تتحدث باللغة العربية يعني ولن تخطئ في حرف واحد أو كلمة واحدة، في يعني وضع للغة العربية تعيشه الآن. اللغة هجرها أهلها كما يقولون، أو هجرها ناسها كما يقولون بشكل كبير. هتستغرب لما أقول لك إنك كنت بتتكلم باللغة العربية فصحى، ممكن حد المشاهدين يستغرب بالتأكيد، وفي حد بيتكلم باللغة العربية الفصحى من الشباب. نعم. وقد حدث هذا بالفعل كثيرا في الحياة. بتقول لهم إيه؟ حتى أن لغتي العامية تتأثر بتحدثي بالفصحى فيما ألقاه في الحياة العامية. أقول لهم أن اللغة العربية لغة جميلة وتستحق أن يتحدث بها، وليس هناك ما يضيرها أو يمنعني أو يجعلها شاذة عن السمع. ربما شذت عن السمع لأن اللغة فن صوتي في البداية والنهاية، والعالم ابن جني يعرفها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
فلما كنا نسمع العربية في حياتنا اليومية في البرنامج الإذاعي وفي أغنية أم كلثوم وفي المسرحية وفي المسلسل وفي خطبة الجمعة وفي كثير من المواقف الحيوية صارت يعني الأذن معتادة عليها ولا تستغربها، حتى صارت واستقامت الألسنة، حتى صارت العامية اللي احنا بنتكلم بيها أميرة أرقى. صحيح. يعني نعم. لما نسمع العربية الفصحى نجعل العامية أرقى بالتأكيد. شوقي كان يقول أنا بخاف من الفصحى من عامية بيرم التونسي. نعم. صح. كان يمدح بيرم التونسي لأن لغته قريبة جدا من الفصحى. طب أستاذ عاصم، يمكن اللغة العربية من منظمة اليونسكو قالت إنها من أصعب اللغات وتعتبر من ثالث أصعب لغة موجودة في مجتمعنا، رأيك إيه؟ أنا أرى أنها ليست صعبة، ولكن يقول الأعرابي الذي يتحدث اللغة العربية دون أن يعرف قواعد النحو ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فأعرب، هو يقول بالسليقة بالفطرة. إذا تعود الإنسان النطق بلغته الأم العربية الفصيحة منذ الصغر يتقنها، وإتقان أي لغة يعني إتقان مهاراتها الأربع الأساسة، وهي التحدث والاستماع ثم القراءة والكتابة، وليس حفظ القواعد. يعني تأتي القواعد لنستطيع أن نطبقها في النهاية. والتأكيد إن من يتحدث الفصحى لا يفكر في القاعدة، وإن من يتحدث أي لغة لا يفكر في القواعد، وإنما تخرج الكلمات مضبوطة وحدها. جميل. كما تتحدث الآن تخرج الكلمات مضبوطة لوحدها. طيب المشروع عنادل اللي هو جمع عندليب، حابين نعرف تفاصيل عنه أكتر، لأنه مشروع مهم جدا. فكرة أنه أحيي أو أجدد علاقة الشباب أو أجيال جديدة قد تنفر من اللغة للأسف. نعم. باللغة مرة أخرى. كلمنا عن هذا المحتوى اللي موجود في عنادل، الـ 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 الفيديوهات المعروضة، القصائد المغناة، شكل اللي وصلت به اللغة بشكل جميل ومبسط للناس إزاي؟ نعم، نحن في عنادل نتحدث عن ثلاثة أشياء: اللغة العربية على الرأس، والضلعان هما فنون الإذاعة وريادة الأعمال. ويعرف الكثيرون أن اللغة والإذاعة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولكنهم يستغربون من ارتباط اللغة بريادة الأعمال، ولكنها كذلك، لأن العقاد في الكتاب الذي أشرت إليه وهو كتاب اللغة الشاعرة يقول أن العربية يرجع في شؤون حياته ليتعرف القيم المفضلة في الحياة الخاصة والعامة، يرجع إلى الشاعر ولا يرجع إلى الفيلسوف. ويقول أبو تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة الندى من أين تؤتى المكارم. ولذلك فرائد الأعمال ما هو إلا شخص مغامر حالم صبور يعمل في الجماعة ولا يعمل منفردا. وفي ذلك يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ويقول أيضا أبو القاسم الشابي وهو شاعر توفي شابا، يقول: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. ويقول شاعر النيل قاعدته الخالدة في العمل الجماعي إذ يقول: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. صحيح. فالشعر العربي يصنع رائد أعمال متميز، وخصوصا إذا رجع إلى هويته وثقافته. في عنادل نرى أن الشباب لديهم ظمأ وصدى نحو هوية تحتويهم وثقافة تحتويهم، ولكنها تاهت عنهم وسط ما يقدمه الإعلام. صحيح. سواء كان هذا الإعلام في صوره المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو الإعلام البديلي أيضا ما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك نهجنا هذا النهج، جعلنا من مواقع التواصل الاجتماعي بيتا لإصداراتنا، وحرصنا أن تكون أن تجمع بين الفائدة والمتعة.
وده اللي هيخليني اقول للمشاهدين انه في يعتبر تقريبا اربع مواقع من مواقع السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي باسم عنادل، وعلى تويتر والساوند كلاود وعلى اليوتيوب ايضا، غير انه في موقع www.aanadel.com. نعم، عشان بس الناس لو حبت انها تدخل تتابع اذا سالوا يعني العامه جوجل عن عنادل سيجدوننا مباشره. اعتقد انا احاول ان اساعد العم جوجل. نعم. طيب، بداية جذب الناس أو الشباب، أنت قلت كلمة جميلة جدا، قلت الشباب عنده ظمأ. نعم، ظمأ للهوية، وبيت الهوية دايما هي اللغة، يعني بالتأكيد. حينما أشعر بلغتي فأنا أشعر بهويتي. نعم، برأيك من واقع التجربة خلال هذا الموقع، أهم المواد التي تجعل الشباب أو تجعل من لديه هذا الظمأ يقترب من اللغة العربية، يبدأ في عشق اللغة العربية، كلمنا عن هذه المواد، من قصائد مغناة، من أعمال شعرية. نعم. إيه هي المواد اللي جذبت الشباب لهذا الموقع؟ نحن نعيش في عصر كلمات الفنان فيه أوقعوا في قلوب الشباب والمتلقين، كلمات الفنان أثقل وزنا من كلمات سياسي أو عالم حتى. صحيح. ولذلك فإن الفن هو طريق اللغة الأمثل إلى القلوب مباشرة. وكما تحدثنا، أم كلثوم وحدها غنت أكثر من 70 قصيدة فصيحة لأكثر من 30 شاعرا، منهم شعراء قدام كأبي فراس الحمداني، ومنهم معاصرون لها كأحمد شوقي وحافظ ورامي طبعا على رأسهم، ومنهم شعراء عرب كنزار قباني من سوريا والهادي آدم من السودان وغيرهم، وشعراء أيضا غير عرب مسلمين قصائد مترجمة مثل رباعيات الخيام وهو فارسي، ومحمد إقبال وهو شاعر باكستاني، وما زال الكبير والصغير يتغنى بمضناك جفاه مرقده من ألحان عبد الوهاب وكلمات شوقي، تغنيها أنغام ومحمد محسن وحسين الجسمي ورشيد غلام. صحيح. من المغرب، فهي أغنية. صحيح. خالدة. صحيح. ويحفظها الناس. صحيح. وفي هذا العصر الذي كان الناس يسمعون فيه العربية بشكل مستمر، كما تقول الدكتورة نفوسة زكريا وهي أستاذة بكلية الأداب بجامعة الإسكندرية، لها كتاب جميل اسمه أثار الدعوة، تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارها في مصر، أن هناك أدباء نشأوا في الأدب نشأة عصامية رغم أنهم لم يكملوا تعليمهم النظامي، منهم مثلا الشاعر عبد المعطي المسيري، وكان عاملا في مقهى في دمنهور وهو صاحب كتاب في القهوة والأدب، ومنهم المسيري دي مشهورة جدا في دمنهور. نعم. ومنهم خياط. صحيح. عبد العليم القباني. صحيح. وله لقاء يمكن. صحيح. أن يبحث الناس عن اسمه في يوتيوب وسيسمعونه. بدون قطع كلام حضرتك، دلوقتي ازاي نستغل هذا الموقع وهذا الزخم من اللغة العربية في الأطفال بقى، قطاع الأطفال، الشباب، حتى في الممارسات مثلا في المدارس في الجامعات، ازاي نقدر يبقى في تبادل ما بينكم؟ كما تحدثنا آنفا، فالعربية فن صوتي. والأطفال يتعلمون اللغة بأن يسمعوا ويقلدوا ويتحدثوا. وهناك كثير من الاقتراحات والدراسات ليست بجديدة أن تكون لدى الأطفال في المدرسة ولدى الكبار أيضا حصة استماع وحصة تحدث، وأن نبدأ بعرض المعروف قبل المجهول، أن نقدم لهم شعر الشاعر الذي يعيش بينهم ويعرفونه، ونستخدم أهل الفن الممثلين القادرين على الأداء. الأداء يعني أتمنى أن أرى مثلا أو أسمع أشعار شوقي على ألسنة الحيوانات، وهي مناسبة للأطفال جدا، بأصوات الممثلين الرائعين يؤدون دور القبرة والثعلب والديكي والطاووس. يعني نهتم بشكل مختلف بإحياء التراث الثقافي واللغة العربية بشكل عام. نشكرك شكرا جزيلا صاحب مبادرة أو فكرة مؤسسة عنادل أستاذ عاصم السيد، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جدا، وجبة ثقافية ولغوية جميلة جدا، ودايما كده عشت مدافعا عن اللغة العربية. هنختم حلقتنا ببيت شعر يتصدر موقع عنادل لأمير الشعراء أحمد شوقي، بيقول فيه: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، لغة الضاد. صباحكم زي الفل.